مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذا الموجز من قناه التناصح. اكد مصدر من المنطقه الشرقيه ان اعيانا من قبيله العرفه في المرج سلموا وكيل وزاره الداخليه بالحكومه المقترحه فرج قعيم لمجرم الحرب خليفه حفتر، وذلك بعد صدور اوامر بالقبض على فرج قعيم بعد مغادرته لمقره وتوجهه نحو منطقه برسس، حيث اقتحمت ميليشيات متسمى الكرامه مقره في منطقه راس المنقار وسيطرت عليها في 11 من نوفمبر الجاري. قال المصدر الخميس ان فرج قعيم تعرض للتعذيب في مدينه المرج وانه يمر بحاله سيئه للغايه نتيجه للتعذيب الذي تعرض له من قبل ما يعرف بالقياده العامه. انتقد عضو مجلس النواب المنحل على تكبل رفض ما يعرف بالاعلى للدوله لمبادره رئيس بعثه الامم المتحده للدعم في ليبيا غسان سلامه. التكبالي أشار في تصريح له الخميس إلى أنه كان على مجلس النواب المنحل أن يتمسك في حوار تونس بمبدأ التحاور مع ما يعرف بالأعلى للدولة كاملا بكتلة 94 حتى يكون هناك توازنا وأحقية لهذا المجلس للتفاوض مع النواب وفق وصفه. وكشف التكبالي أن ما يعرف بالأعلى للدولة يتفاوض مع من وصفهم بالهواة، لذلك يرفض كل مبادرة ليحصل على تنازلات أكثر. هذا وقال التكبالي ان مجلس النواب المنحل لم يفلح في جميع الحوارات التي خاضها واصبح دائما هو الجزء الاضعف. عبر محافظ مصر في ليبيا المركزيه الموازي في البيضاء علي الحبري عن ترحيبه بدعوه الرئيس الرئاسي المقترح فايز السراج لعقد اجتماع عاجل لمجلس الاداره لمصر في ليبيا المركزي. جاء ذلك في بيان اصدره بهذا الخصوص. الحبري اضاف قائلا: تلقينا ببالغ السرور والاحترام بيان الرئيس الرئاسي المقترح بدعوة مجلس الإدارة بالمصري في المركزية للانعقاد في جلسة استثنائية رئاسية تعتمد فيها السياسة النقدية وتفعل أدواتها المتاحة لمواجهة المشاكل في الإطار الاقتصادي والنقدي، مؤكدا أنه في خدمة الوطن والمواطن بحسب قوله. الخبر الأخير، حيث أدرجت الدول الأربعة المقاطعة لدولة قطر الخميس الشيخ سالم جابر في قوائم الإرهاب. هذا وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين أيضا قد أدرجت المجلس الإسلامي العالمي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قوائم الإرهاب، فيما اتهمت الدول المقاطعة الجهات والشخصيات المذكورة بالعمل على الترويج للإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي، مؤكدة أن الأفراد المدرجين نفذوا عمليات إرهابية مختلفة وتلقوا دعما قطريا. وتضم الكيانات المذكورة عددا من العلماء الليبيين إلى جانب الشيخ سالم جابر والذي يعد من أشهر خطباء بني غازي المهاجرين إلى المنطقة الغربية. يشار إلى أنها صنفت 12 كيانا و59 شخصية على قوائم الإرهاب سابقا. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.